السلسلة هو تطبيق تراريوم تي في، تطبيق معروف جدا على الانترنت يمكنك من مشاهدة جميع الأفلام الآخر الأفلام طبعا وجميع الأفلام الجديدة وأيضا المسلسلات. كما نلاحظ هنا الأفلام الجديدة يمكنك طبعا اختيارها عن طريق اختيار الكاتيجوري، على سبيل المثال أكشن أو دراما أو أدفانتشر أو العديد من الأمور. فعلى سبيل المثال سأقوم باختيار هذا الفيلم، فيلم تروي، للتجربة فقط. كما نلاحظ هنا يعطيك معلومات عن الفيلم إذا ما أردت مشاهدته، يعني ملخص خاص بالفيلم، وفي الأسفل تجد زر المشاهدة. كما نلاحظ هنا نقوم بالضغط على ليس أدز. صراحة النقطة الضعيفة في هذا التطبيق على أن هو يتوفر على العديد من الإعلانات المزعجة، لكن على العموم النقطة القوة في هذا التطبيق هو وجود سيرفرات كبيرة. نعم يمكنك مشاهدة الأفلام بالعديد من السيرفرات. كما نلاحظ هنا العديد والعديد من السيرفرات. طبعا إن لم يشتغل لك سيرفر تقوم بالتغيير إلى السيرفر الثاني، وطبعا كل سيرفر وحجم يعني الفيلم فيه. كما نلاحظ هنا لديك بلاي، لديك بلاي ويد سبتايتل يعني تشغيل الفيلم بالترجمة، ولديك طبعا داونلود إذا ما أردت تحميل الفيلم. نقوم فقط بالضغط على بلاي وننتظر إلى حين اشتغال الفيلم. كما نلاحظ هنا الفيلم اشتغل بـ MX Player، جودة عالية جدا، يمكنك مشاهدة الفيلم بسهولة تامة. كما نلاحظ هنا لا توجد لا تشنجات ولا أي شيء من هذا القبيل، يمكنك متابعة أفلامك ومسلسلاتك الأجنبية.